تحدي النهارده تحدي مجنون جدا. المفروض ان انا هوقف اشخاص في الدايره دي، واخر واحد هيطلع من الدايره دي ليه مكافاه، ولا انت هتبقى عارفينها ولا الناس اللي هتعمل التحدي هتبقى عارفينها. خليها حماس بس، ما بحبش حركات الخبز انك تقدم وتجيب اخر الفيديو علشان تعرف ايه هي الجايزه او مين اللي كسب. خليك معانا هتستمتع، ولو في حاجه ما عجبتكش فمش هيعجبك، ان الفيديو ده بيخلص بسرعه. طبعا التحدي بتاع النهارده تحدي فخم وعنتيل جدا، والمفروض ان الاشخاص ده تقف في الدايره، والمفروض ان التحدي ده مقسوم لثلاث مراحل، كل مرحله فيهم فيها عقاب علشان نبدا نخلي الناس اللي في الدايره تطفش وتطلع. فالمرحله الاولى اللي هو هيبقى فيه اكياس ميه برمي عليهم لحد ما اطفشهم، واحد فيهم يطلع واحد يكسب. طبعا لو محدش طلع واستحمله بنخش في المرحلة التانية، ودي هتعرفها مع الفيديو. محدش طلع المرحلة التالتة وبيبقى فيها عقبات أشد، ما طلعوش في مرحلة خمسة وستة وسبعة، وكل مرحلة العقبات بيشد فيها أكتر وأكتر، بس أنا على ما أعتقد مش هيوصلوا للتالتة أصلا، لأن العقبات صعبة جدا جدا جدا. بس الجايزة اللي موجودة تستاهل إنك تتعب نفسك وتموت نفسك عشان تكسب. تعالوا شوفوا معانا، ما بحبش الراجل كتير. التحدي ده صعب جدا يا جماعه، بس باذن الله هحاول افوز بيه عشان مش هينفع اخسر كده كتير. يا جماعه انا مش محتاج اعرفكم عن نفسي كتير، انا ملك التحديات، تعالوا اتفرجوا. احنا الاثنين هنتحدى بعضنا هنا جوه الحلبه، والمفروض ان اللي هينتصر على التاني هو اللي هيفوز. تحت الميه والدقيق والعفره والتراب والشد الحبل ده في النهايه، طبعا ده دي اخر مرحله ومرحله الوحش، واللي هيكسب لا دي خليها لنهايه الفيديو بقى. المفروض يا جماعه طبعا ان انا بسيبهم دلوقتي شويه كده لحد ما يستعدوا، يعني مش هقدر اغلز عليهم. تعالوا اعرف رايهم ايه الدنيا، يعني الدنيا تمام لسه معاهم وقت، ما حسوش بالتعب. تعالوا. لا ده لسه ما فيش اي احساس بالمشقه، بس الحلبه ضيقه بس. طبعا يا جماعه دلوقتي المفروض ان هم قاعدين هاديين، وطبعا ولا في دماغهم زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. المفروض بقى نخش في المرحله الاولى بتاع التحدي، تعالوا معايا. المفروض يا جماعه ان دي المرحله الاولى، اكياس الميه. المفروض ان انا هضربهم باكياس الميه ويحاولوا يفلتوا مني عشان الميه ما تجيش فيهم، بس هم بيحاولوا يفلتوا ياخدوا بالهم لاحسن حد يطلع من بره الدايره، لان لو واحد بس صباعه لمس بس بره الدايره كده كانه خسر. يا عم يلا ابدا التحدي، انا ما بيهمنيش، رش عليا ترش عليا، اهم حاجه البتاع اللي بتقول عليها في اخر الفيديو. برضه خاسر، برضه خاسر، برضه خاسر. المفروض يا جماعه دلوقتي ان محمد جمعه اتصف دماغه، والمفروض ان برضه طلع بره الدايره، بس مش هتحتسب. ليه بقى؟ لان محمد زج وخلاه طلع بره الدايره، يعني دي ما ينفعش. المفروض هو يطلع بارادته، يعني يقول انا جبت اخر خلاص من التعب من الارهاق من الضغط النفسي. فالمفروض دلوقتي هتكمل التحدي، ومحمد كده خد انذار، لو حاول يطلعه تاني احتمال يطرد وهو اللي يخسر التحدي. يلا 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 يلا، مفيش اكتر اوعى تطلع. يلا 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 يلا، مين هيستسلم؟ اخر كيس يا جماعه معانا في التحدي، يا ترى مين اللي هياخده؟ ولو ما استسلموش هنخش في التحدي التاني. ما استسلمتوش يا جماعه؟ مفيش حد فيكم مستسلم؟ مفيش حد فيكم مستسلم؟ اخش في المرحله الثانيه؟ طب نعرف رد فعلكم قبل ما نخش في المرحله الثانيه. لايك بقى يا جماعه، مش كده عيب؟ انا اتخبطت خبطه في وشي كانت تهد جامد، بس مش هستسلم، خش على اللي بعده. يا ترى ايه المرحله الثانيه اللي هو عايز يخش بيها؟ تعالى يا ريس خش، احنا ما بيهمناش اي حاجه، احنا ملوك التحديات. نخش في المرحله الثانيه، تعالى شوف المرحله دي معانا. المرحله دي اصعب من الاولى بشويه. المرحله دي جايب جير اللي هو بتاع البلوك الابيض ده، وهيترمى عليهم ملامله بقوه شديده جدا. تعالوا معانا وشوفوا ايه اللي هيحصل. مستعدين يا رجاله؟ مستعدين. ابدا في التحدي. بسم الله. بسم
طلع والله ولا ابو طلع كتاب الله. طب اهدى بس اهدى بس اهدى بس اهدى بس اهدى بس وكتاب الله. هو طلع هو طلع انت بتطلع لا هو طلع من الدايره. انا ما طلعتش يا ابني. رد لي هي رد ايوه هي كتاب الله العلي العظيم والله ما طلع على الكاميرا يا كتاب الله العلي العظيم. هو رد رد يطلع على حيره كده فعلا بس هو طلع انت بتطلع لا عشان انا خلاص التحدي خلص. دقيقه يا جماعه هيرجع الكاميرا وهنشوف كلامه فعلا صح ولا غلط. بعد اختلاف كتير يا جماعه وراه كتير رجعنا الفار اللي هي الكاميرا وشفنا فعلا بورزه رجله طلعت بره الدايره ولا لا. طلعت رجله جت على الخط فعلا لكن ما طلعش بره الخط واحنا قلنا اللي هيطلع بره الدايره اللي هي بره دايره الخط هيبقى خسر التحدي. فعلشان كده هنخش في المرحله الثالثه. مستعدين؟ يلا مستعدين مستعدين. تعالوا يا جماعه شوفوا المفروض يا جماعه ان المرحله الثالثه هي الميه ان انا اكب عليهم ميه وهم جوه الدايره. المرحله الرابعه بقى حمل انا اكشف لكم عليها واعلي صوتي من الفونت العريض علشان كمان هم يسمعوا. لو ما استسلموش من الميه اللي انا بكبهم عليها دي في عز التلج اللي احنا فيه ده هضطر اجيب كذا جردل ميه من ده وكب على الارضيه اللي هم واقفين عليها واحفظها خالص علشان ما يعرفوش يقفوا عليها من شده الميه اللي عليها. الو ايه الو ايه علينا دول. طلع طلع والله طلع والله طلع طلع والله ما خدت بالي اللي كسب التحدي بورزا واللي خسر التحدي يا عم كسب زول محمد جو. دايما خسران يا اسطى دايما بننزل راسنا والله يا جدعان بتاع التحديات خلاص ملك التحديات اهو فعلا لا ملك التحديات. فيا جماعه المكافاه بتاع النهارده ان انا هجيب لبورزا وجبه ماكدونالدز كامله